مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد كده يا جماعه مع رامبو، اي طالع بقى نايم لنا اهوت، ولسه هنشوف هنعمل معاه ايه. واماندا ومجموعه من الكلاب بتاعتنا، زي ما عودناكم كده ان احنا بنعمل حاجه اسمها رعايه يوميه، ان احنا بنلف على الكلاب نشوف مين محتاج ايه ومين عايز ايه وايه العلاج المطلوب وايه الحاجات المطلوبه لمجموعه الكلاب دي. طبعا المجموعه كلها عباره عن اغلبها كلاب جيرمان، وهنطمن عليهم صحيا ونعرف اخبارهم ايه. اول حاجه يا جماعه كده نفتح شنطه المعدات، زي ما انتم عارفين كده دي شنطه علاج احنا عاملينها، تمام، عشان نشوف كل كلب محتاج ايه. معانا شوربه الديدان، معانا المضاد الحيوي، ومعانا كل حاجه. وزي ما قلت لكم اهم شيء الرعايه، رعايه كلبك هي حياته وصحته، ما تسيبش كلبك وتهمله. لو انت هتربي كلب ومش قادر تصرف عليه، صدقني نصيحه ما تربوش عشان ما تشيلش ذنب الحيوان ده. اول كلب طبعا كلب مالينو، تمام، من ولاد نيلو، كلب شرس خالص. هنشوف كده اخباره ايه يا باشا. هات اللي بعد منه، ما فيهوش اي حاجه، انا شايف ان صحته زي البوم. هات اللي بعد منه يا باشا، يلا. برضه شايف دي ما فيهاش اي حاجه. اطمن عليها كده، يكون فيها حشرات ولا حاجه؟ نطمن على ودانها، على الكلام ده كله. طبعا يا جماعه لازم نطمن على الشعر والجسم عشان لو في حشرات ولا في اي حاجه. بس يا باشا دخلها دي كده. لا دي في حاجه ايه بقى، حساسيه. شايفين الحساسيه؟ شايفين الشعر يا جماعه؟ طبعا الحساسيه باينه اهي. دي هنديها ايه؟ افيل وديكساميثازون، تمام. طبعا يا جماعه ادي الافيل وادي الديكسا اللي بنشتغل بيه امبول وامبول لما بنلاقي حاله الحساسيه دي. هتدي لها ايه؟ واحدة من دي، وهتدي لها واحدة من اللي انا هندي لك دي اهي. خد يا باشا. لا تاخد حشرات. اللي انتوا شفتوه اللي احنا بنديه دلوقتي بالسرنجه الكبيره ده عباره عن بندازول اهو. البندازول اللي هو 2.5% دي شرب الديدان يا جماعه بيطري احنا بنشتغل بيها، تمام، عشان طبعا عدد كلاب كتير احنا بنضطر ندي حاجه تكون كميتها كبيره. الشربه دي بنديها النهارده مثلا 10 سنتي للكلب، وبنكررها بعد 10 ايام نديله تاني. دول شربة. شاطرة أماندا. طبعا ده رامبو اهو، افتح بس يعني.
ياخد شربه النهارده. بس يا سيدي لا هياخد حشرات. شوف لي كده بس اللي. طبعا يا جماعه احنا كده بصينا على مجموعه الكلاب كلها. اشتغلنا بايه النهارده؟ اشتغلنا بحاجه اسمها افيل اهي. افيل دي عباره عن مضاد حساسيه، حقن للحساسيه اهي، تمام. اشتغلنا معاها بالدكسه، دكسه بسيزون. اي نعم هو كورتيزون بس ما بنشتغلش بيه كتير، بنشتغل بيه في يعني في الاوقات اللي احنا محتاجينه بس، تمام. واشتغلنا بديكتوماكس، تمام. ديكتوماكس كويس جدا بالنسبه للحشرات وبالنسبه للديدان والكلام ده كله، وبالنسبه للكلاب اللي هي بتحيد وبتتجوز والحاجات دي ما بيأثرش عليه. واشتغلنا بالبندازول اللي هي شرب الديدان 2.5% دي بيطري. يبقى هنا اشتغلنا بنوعين بشري ونوعين بيطري، الديكتوماكس بيطري، البندازول بيطري، الافيل بشري، الديكساميثازون بشري. وطبعا لازم بيكون معايا سبيرتو احمر او كحول مطهر للسرنجه اللي بنشتغل بيها. بعد كل حقنه لازم نغسل السرنجه بالسبيرتو، وده شيء مهم جدا، مليون ميسا عليه.